بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم نونا الحرفة من قناة على المطبخ. النهاردة هنعمل الفرخة القمر اللي قدامنا دي ومعاها الخضار. الخضار بتاعنا عبارة عن بطاطس وبسلة وجزر وفلفل وفاصوليا، يعني الخضار اللي موجود عندك. شايفة الفرخة شكلها ايه؟ شايفة مستوية معانا ازاي؟ احنا النهاردة مسوينها فوق البرطمان، يعني احنا حاطين الفرخة بتاعتنا على البرطمان الازاز. معنا هنا الخضار اللي انت شايفاه ده اهو، اي خضار عندك وتحبيه حطيه، بسلة وجزر وفاصوليا وفلفل وبطاطس. ومعنا هنا بصل مقطعينه شرايح حلقات، مقطعينه حلقات. ومعنا مكعب من الثوم، هننزل عليهم بقى بمعلقة كبيرة كده من البابريكا، وهنحط بهارات فراخ، وهنحط معانا كده فلفل اسمر وكبابة صيني اهي. وطبعا هتظبطي الملح بتاعك، وهنمسك بقى البصل بتاعنا ده وهندعكه كويس قوي عشان ينزل العصارة بتاعته ويدي بقى طعم ونكهة للخضار اللي احنا ايه حاطينه ايه في الطاجن بتاعنا. الحركة دي بتفرق معاكي قوي في طعم الخضار، ان انت تمسكي البصل كده وتدعكيه وينزل العصارة بتاعته، ده بيخلي طعم الخضار في منتهى الجمال. اهو هنقلبه بقى على الخضار بتاعنا، وكده الخضار بتاعنا بقى جاهز ان احنا نكمل الوصفة بتاعتنا. معنا في الكبة بتاعتنا بقى طماطم، وهنضرب بقى شفشق محترم كده من الطماطم عشان نحطه على الايه على الخضار بتاعنا. اهو زي ما انت شايفة كده، وحطينا بقى مكعب من الثوم مع الطماطم. الحركة دي برضو بتخلي طعم الخضار وريحته في منتهى الروعة. اهو هنحط بقى الطماطم بتاعتنا اهي على الخضار، مش هنحط بقى لا ميه ولا اي حاجه خالص. والخضار ده هيستوي في الصوص اللي هينزل من الفراخ، وهيستوي طبعا في البصل، والميه اللي هتنزل من الخضار نفسه، يعني هو هيساوي نفسه بنفسه. معانا هنا بقى في بوله كده مكعب من الثوم ومعلقه كبيره من المستردة، والمستردة بقى هتخلي الفرخه بتاعتنا طعم تاني، ويعني هتوديها في مكان تاني خالص. وهننزل طبعا بصوص الباربيكيو اللي بيعذبنا قبل ما ينزل ده، زي ما احنا شايفين اهو، هنحط منه معلقه. وهننزل بقى بالصويا صوص ودبس رمان، وطبعا احنا حطينا في الاول خالص ربع كوبايه لبن، ربع كوبايه لبن اللي هي محطوطه قدامنا في البوله دي، ربع كوبايه من اللبن. وبعد كده هننزل عليهم بالفلفل الاسمر والكباب الصيني ومعلقه من البابريكا، وهنقلبهم كويس قوي. طبعا ده الثوم اللي احنا بنعمله بالمعلقه، ده دي فصوص ثوم اهي زي ما احنا شايفين. كل ده طبعا هيدوب في قلب بعضه، وهنحط معلقه من الصلصه المعلبه وهنقلب. مش هقول لك التتبيله دي هتخلي الفرخه بتاعتك في سكه تانية خالص. طبعا ممكن تتبلي بيها الفرخه وتسيبيها بقى يعني طول الليل وتعمليها تاني يوم الصبح، ممكن تسيبيها ساعتين ولا حاجه. انا عن نفسي سايبها ساعتين عشان تتشرب من التتبيله دي. شوفي بقى هنيجي على الفرخه بتاعتنا وهنعمل فيها فتحات زي ما انت شايفه كده، من عند العظم ومن عند الوراك اهي، هنعمل لها الفتحات دي عشان كل الفرخة بتاعتنا تشرب من التتبيلة. اهي قدامنا، وطبعا هنحط فيها التتبيلة من جوه وفي الفتحات اللي احنا عاملينها وتحت الجلد وفوق الجلد، وكل الفتحات دي هنملاها بالتتبيلة اللي احنا عاملينها. تتبيلة رائعة، جربيها وصدقيني
هتعتمديها وهتعمليها على طول. كلنا طبعا بنعمل الفراخ، كلنا بنحب الفراخ، كلنا بناكل الفراخ، بس بنحب التجديد، بنحب كل مرة ناكلها بس يكون طعمها مختلف. ومجرد انت ما بتغيري التتبيلة اللي بتتبلي بيها الفرخة بتاعتك بتديكي طعم تاني خالص. اهو زي ما احنا شايفين كل الفتحات حطينا فيها، معنا هنا برطمان عادي ازاز ما فيهوش اي حاجه، وهنيجي ايه حاطين الفرخه عليه، ملبسين الفرخه فيه. وعلى فكره الفكره دي مش جديده، يعني الفكره دي اهالينا كانوا بيعملوها زمان، كان بازازه البيبسي كانوا بيحطوا الفراخ برضو عليها وكانوا بيدخلوها الافران ويسووها عادي. يعني الفكره مش جديده، بس احنا بنقول ايه يعني الشوايات والحاجات اللي طلعت جديد دي كلها خلتنا طبعا نسينا حاجات زي كده، فاحنا بنحاول نرجع بقى القديم تاني ونجرب، وهنشوف الفرخه هتطلع شكلها ايه وطعمها ايه، وهتطلع زي القمر. والخضار بقى هيشرب من الصوص اللي هينزل منها، او زي ما احنا شايفينها اهي هتتكلم من قبل ما تستوي. هندخلها الفرن طبعا، مش على الرف الاوسط، لا هندخلها عادي في الفرن عادي على الرف اللي هو الاولاني، وهتاخد لها حوالي ساعة ونص، وهتطلع زي ما انت شايفها قدامك كده هتتكلم ما شاء الله عليها. شايفة الخضار شكله ايه؟ شايفة جماله؟ شايفة مستوي ازاي؟ والفرخة اكنك شوياها يعني على شواية، اهو زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله عليها. مفيش اسهل ولا ابسط من كده، والاكله كلها في صينيه واحده ومشويه بقى، مش محطوطه في قلب الخضار بقى وانت عايزاها مثلا تكون ناشفه، عايزاها تكون مقرمشه كده، يعني هتبقى معاكي هتديكي الحاجتين يعني. اهي شايفه، بصي شايفه سايبه من بعضها مستويه، يعني مستويه ما شاء الله عليها. أكلة جميلة وسهلة وبسيطة وسريعة وبألف هنا وشفا.